مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نتواصل بتواصل اشواط هذه الفتره الصباحيه بانطلاقات اشواط السرعه مسافه 2 كيلومترات. ننطلق مع هذه الاعداد الهائله المتواجده على ارضيه ميدان التحدي بانطلاقات اول ايام هذه السباقات المحليه، لنتواصل مع الصداره ومع مقدمه هذا الشوط لنتابع من تتواجد على المركز الاول ومن يتواجد على المركز الاول. من يحمل رقم 89 بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقه الذيب راشد بن علي بن فهيد الهاجري مع المركز الاول. المركز الثاني ارى واتابع الشبل هديه بن سعيد بن علي الجربوعي المري، والمركز الثالث من انطلق في هذه اللحظات وتواجد مكلف لمحمد بن صالح بن سالم النابت المري، والمركز الرابع وتابع من تسلم من الجانب الايمن وانطلق الى المركز الثالث بهذه اللحظات. يتقدم ويتواجد مولع لصالح بن عامر بن سعيد بن عامر الغفري، والمركز الخامس التواجد من قبل مروان لسعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز المري. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمس المتقدمه والمتواجده، ولنا عوده الى الصداره الى مقدمه هذا الشوط لنتابع اول المراكز واول المتقدمين. مكلف من كلف بالانطلاق وبقياده هذا الشوط من قبل مالك مكلف محمد بن صالح بن سالم النابت المري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتابع مولع من بدا يشعل فتيرة هذا الشوط لصالح بن عامر بن سعيد بن عامر الخفيلي مع المركز الثاني بهذه اللحظات، او الخفيلي مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد ويتقدم مع هذه الانطلاقه الجميل الشبل هدي بن سعيد الجربوع المري، والاسماء قادمه ومتواجده بهذه اللحظات. يتقدم بهذه المسيرة وينطلق شايل الجابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري مع المركز الثالث، وأعود مع الصدارة 500 متر على الناموس وعلى التتويج، ولكن ما زال الناموس حائر ما بين هذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة. نعود إلى مولع، مولع مع الصدارة صالح بن عامر بن سعيد بن عامر الخفيري يقدم لنا مولع مع المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني يتواجد الذيب لراشد بن علي بن فهيد الهاجري مع المركز الثاني شعار شودة من انطلقت قبل قليل في شوط الخامس. إذا نعود مع مولع، مولع مع الصدارة، مولع مع المقدمة، واللحم مولع وانطلق مع الصدارة مع القيادة نحو التتويج نحو الناموس. وسلام للخفيلي، سلام سلام وتحية واحترام لمالك مولع على حصول مولع على المركز الأول. صالح بن عامر بن سعيد بن عامر الخفيلي المركز الثاني، كان الوصول من قبل الذيب لراشد بن علي بن فهيد الهاجر. المركز الثالث كان القدوم من قبل زاهي لعلي بن محمد بن حمد الحسن المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل شهيد لجابر بن سالم بن سعيد الجربع المري. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الكايد راشد بن سعيد بن راشد النابت المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، شاهدنا هذه الانطلاقه الجميله والمنافسه المميزه ما بين هذه الشعارات التي حضرت في هذا السباق المحلي الاول، وكانه بختام من ختاميات ميدان الشحانيه بكثره الاعداد وبانطلاقات سريعه وهائله وجميله، وايضا بتزايد الاعداد المتواجده على ارضيه هذا الميدان. نتابع إعادة شوطنا الذي انقضى قبل قليل والملخص والانطلاقات المميزة واللمسات الجميلة التي اختطفها لنا علي بن محمد بوشارب مخرج هذا السباق. من يتابع هذه اللقطات الجميلة ونتابع معكم متابعينا الأعزاء هذه الأسماء الرنان المميزة التي انطلقت منافسة ومتنافسة لنيل أول المراكز والمقدمة والصدارة. كانت القيادة برفقة مكلف لمحمد بن صالح بن سالم النابث المري من قاد مجريات هذا الشوط شعاره، وانطلق حتى الأمتار القليلة الأمتار الأخيرة
وكان الاختطاف ملحوظ من قبل مولع من أشعل فتيلة هذا الشوط وولع المنافسة وانطلق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس الثاني والتبريكات لمالك مولع من قدم لنا مولع بانطلاقة صالح بن عامر وسعيد بن عامر الغفيلي. التوقيت 3:08:06 من الثانية. نهني الغفيلي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. كان الوصول من قبل الذيب. توقيت 3:29 من الثانية. الثاني تبكى لراشد بن علي بن فهيد الهاجري على هذا الفوز المستحق المركز الثالث. كان الوصول من قبل الزاهي 3:43 من الثانية. الثاني التبريكات لمالك زاهي علي بن محمد بن حمد الحسنة المري.